مساء الخير ومرحبا بكم معنا في عدد جديد من سهرة نغنيوها مغربية على القناة الثانية، وشكرا لأوفياء هذا الموعد داخل وخارج المغرب. عدد جديد بطعم الحنين، غادي نذكروا فيه مجموعة من روائع الريبرتوار المغربي، وأول زهرة من باقة الليلة غادي نهديوكم هي أغنية الحبيب الحبيب للراحل محمد فويتاح بصوت الفنانة نزهة الشعباوي. يكون غدار يكون غدار هكذا هكذا يا ربي كتبت عليا حرقته في قلبي راها حرقته في قلبي راها شعل نار وشعل نار يا حبيب لحبيب اللي ولفته مش عليا ما نويته بعد العشرة يكون الغدار يكون الغدار هكذا هكذا يا ربي كتبت عليا حركته في قلبي راه حركته في قلبي راه شعل نار وشعل نار علاش يا الجافي علاش يا الجفيني خلي النوم يديني وعلاش كتعاديني الى انت ناسيني اجري على ربي سير وكان 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 حبيب لحبيب يلي ولفتو مش عليا من نويته بعد العشرة يكون الغدار يكون الغدار هكذا هكذا يا ربي كتبت عليا حركته في قلبي راه حركته في قلبي راه شعل نار وشعل نار داير بيا واليوم تعدى فيا أجري على ربي سير وكان 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 لحبيب لحبيب يلي ولفته مش عليا ما نويته بعد العشرة يكون الغدار يكون الغدار هكذا هكذا يا ربي كتبت عليا حرقته في قلبي راه حرقته في قلبي راه شعل نار وشعل نار شعل نار وشعل نار شعل نار شعل نار
الحبيب الحبيب من إبداع 1956 من ألحان وأداء محمد فتح. استمعنا لها هذه الليلة بصوت الفنانة نزهة الشعباوي. مساء النور نزهة ومرحبا بك معنا في نغنيوها مغربية. نزهة مجموعة من الأغاني الخالدة، استمعنا للحبيب الحبيب ومجموعة من الأغاني المغربية الخالدة اللي اعتمدت على الكلمة السهلة وعلى الجملة السلسة وحققت ما شاء الله انتشار وبقى خالدة لليوم وحاضرة معنا. اليوم في نظرك شنو هي مواصفات الأغنية الناجحة؟ قبل ما نجاوبك على هذا السؤال، تحية لك أخت ابتسام، تحية للجمهور الكريم اللي حاضر معنا واللي كيتابعنا من خلال القناة الثانية، تحية أيضا للقناة الثانية على الاستضافة النبيلة اللي من خلالها كنتواصل مع الجمهور الكريم. بالنسبة للأغنية، أكيد الأغنية اللي كتبقى خالدة فيها مجموعة ديال المواصفات، الكلمة، اللحن، الأداء الجميل أكيد، لأنه غيعطي العمل واحد الحلة جميلة. طيب نزهة، انت من الفنانات اللي تألقوا في ادائهم الاغاني ام كلثوم، وفي بدايه هذه السنه كانت لك مشاركه في لبنان في بيروت في تخليد ذكرى رحيل الفنانه الكبيره ام كلثوم مع مجموعه من الفنانات من بلدان عربيه مختلفه. تكلمينا على هذه المشاركه. طبعا مثلت المغرب في الذكرى الاربعينيه لكوكب الشرق. مثلت المغرب من بين اربعه ديال المشاركات من مصر وسوريا ولبنان. طبعا كانت الدعوه من طرف لجنه رواد الشرق. ماشي غريب انني نغني ام كلثوم لان هي المدرسه ديالي، فانا كبرت على هذه المدرسه وتخرجت من برنامج مواهب ايضا بقطعه للسيده ام كلثوم. طبعا كانت مشاركه جد رائعه وخلت واحد صدى طيب خارج المغرب. تبارك الله عليك. من لبنان غادي نرجعوا للمغرب وغادي نذكروا اغنيه جميله لرائد التقطيقات واللون المراكشي المحبوب الفنان حميد الزاهر واغنيه القناوي بصوت الفنان بدر سلطان. والقناوي وهاي بابا القناوي وهاي سيدي القناوي 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 وهاي بابا القناوي وهاي سيدي القناوي هاي القناوي وهاي سيدي. Look
العجاج على عينيا القناوي بإيقاعاتها الجميلة خلقات جو جميل ورائع بلاتو نغنيوها مغربية كيف تعودنا وكيف والفنا مع أغاني الفنان حميد زاهر. شكرا لك بدر سلطان ومرحبا بك معنا. هذا شرف فيا كون حاضر معكم وحاضر مع الجمهور الرائع. شكرا لك بدر. بدر انت من الشباب الفنانين الشباب المجتهد اللي كيعمل وكيواظب، اصدرتي ما شاء الله اعمال جميله ومختلفه وصورتي فيديو كليب وما شاء الله كتشارك يعني في حفلات وفي سهرات داخل وخارج المغرب، تكلمنا شي شويه على هذه الانشطه. شنو غادي نقول لك؟ الحمد لله يعني انا شقيت المسار ديالي من هذا الدار من دوزام، وكان شرف ليا انني نكون ولد الدار، ونتمنى انني نكون شرفت هذا الدار يعني مزيان. وانا معروف عليا الاجتهاد، يعني انا من الفنانين المجتهدين. تبارك الله عليك. يعني اللي اجتهد غادي ينال، والحمد لله يعني شكرا. بشهادة الجمهور. شكرا. شنو غادي نقول لك؟ يعني كما قلت الاجتهاد، وبزاف ديال الناس اللي عاونوني في المسار ديالي. اكيد. وتعبت بزاف وناضلت بزاف. تبارك الله. واليوم يعني ما شاء الله الجالية المغربية كتستقبلك في سهرات على برا، كيف كيكون اللقاء مع الجالية؟ الحمد لله يعني هاد السنه ولا السنه اللي فاتت درت واحد الجولات اللي هما كبار في اوروبا، والحمد لله يعني واحد الفرحه كبيره اننا كنلتقيو الجمهور المغربي ديالنا اللي كيستقبلنا بواحد الاستقبال كبير وواحد الفرحه اللي هي كبيره. فانا كنكون فرحان بزاف انني نمشي لاوروبا، وكذلك ما نساوش الجمهور ديالنا هنا اللي هو ديما مشجعنا. تبارك الله. بدر قدمتي أغنية القناوي، ونقدر نقول بأن يعني القاسم المشترك ما بينك وما بين نزهة الشعباوي أنه كتأديو ألوان مختلفة. نزهة حتى أنت معروف عليك أنك أديتي يعني مختلف الألوان والأشكال، واش الأمر سهل أو لا هو تحدي كتوضعيه لنفسك كل مرة؟ بصراحة اللي كيمر من المدرسة الترابية مثلا كأم كلثوم أو عبد الوهاب أو إسمهان، فأكيد جميع الأنماط المغربية بصفة عامة غادي كيمكن له يأديها بسهولة. أنا كنعتقد بسهولة غادي يغنيها. والتجربة الأخيرة لك هي طرب الآلة، كيف كتعيشي هذه التجربة الجديدة؟ حقيقة انخرت مع مولوعين التراث الأندلسي مع الأستاذ أحمد مربوح، وتجربة جد جميلة يعني، وغادي نقدموا عروض ان شاء الله في المغرب ولما لا خارج المغرب، وحنا في انتظار هذه المواعيد. اكيد. شكرا لك. غادي نبقاو دائما مع الاصاله المغربيه، ونذكروا وحده من انجح اعمال الفنانه فاطمه مقدادي هي اغنيه مال الزين تغير من كلمات علي الحداني والحان المبدع احمد العلوي. غنستمعوا لها الان بصوت الفنان عبد العالي انوار.
غير مالو معادني ما هيش ديالو يحكي الحبيب ولديالو صغالي انا كل لي الى غضبان يقول علاش واللي عيان نعرفو باش الى غضبان يقول علاش واللي عيان نعرفو باش سكاتو بالبلا وشواش غلبني ما قديت عليه قرني اش داني لي غلبني ما قديت عليه قرني ايش تاني ليه مال زيت غير ماله امال ايوه اليوم انت انسان غريب تعاند وتبحث وتصيب اليوم انت انسان غريب تعاند وتبحث وتصيب الغلط ونقص العيب انسان اخترك وبغاك وغمر هاد الجبال معاك ملزين 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 تغير مالو امالو ايوه كلنا معك في العوين لقيت هاد القصور فين تعلمت هاد القصور فين قولي فين الباس القصور ما وداك غير البارح وانت واضح تقول وتحكي وتصرح ملزين ملزين تغير مالو 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 ملزين تغير مالو امال عادينا ما هيش ديالو ما هيش يحكي الحبيب والبيالو صغالي انا كل ليه الا غضبان يقول علاش واللي عيان نعرفو باش سكاتو بالبلا وشواش غلبني ما قديت عليه قرني اش تاني لي غلبني ما قديت عليه قرني اش تاني لي ملزين 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 تغير مالو امالو مالو شكرا شكرا مال زين تغير وحدة من روائع علي الحداني في الكلمات وألحان أحمد العلوي للفنانة فاطمة المقدادي فاطمة المقدادي اللي انطلقت من برنامج أضواء المدينة اللي كان كيشرف عليه المنتج حميد العلوي شكرا لك عبد العالي أنوار ومرحبا بك معنا الله يبارك فيك رحب بك الخير أنا جيت سعيد بوجودي معكم في هذه السهرة الرائعة وإحنا أسعد بتواجدك وهذه الفكرة الرائعة اللي عجبتني بزاف شكرا لك كنشكرك وكنشكر القناة الثانية وكنشكر الجمهور الرائع جدا تبارك الله عليكم تبارك الله عليك عبد العالي
حتى انت الانطلاقه نقدروا نقولوا كانت من برنامج فاصله اللي كان كيقدمه زميل عماد نتيفي على القناه الثانيه، واللي انت رفقه امنيه كنتوا كتاديو مجموعه من القطع بصوتكم. واش هذه التجربه هي اللي خلاتك تعاود مجموعه من الروائع؟ بكل صراحه هذيك التجربه كانت رائعه بالنسبه ليا، واكتشفت فيها بزاف قطع اغاني مغربيه قديمه اللي منها احنا تعلمنا، منا استفدنا يعني. وحرام هذا الجيل الجميل ما يعرفش الاغنيه القديمه اللي هي ديالنا، وهذا هو اللي كانت المنطلق ديال الفكره ديالي. وتبارك الله عليك كسبتي رهان اعاده الخوالد ومجموعه من الاغاني والقطاع اشتهرت بصوتك، لكن فين وصلت اعمالك الخاصه عبد العالي؟ كما كيعرفوا الناس دابا حاليا يعني ثلاثه ديال لي زالبوم. الاول ما كانش فيه حتى شي قطعه خاصه، الثاني كانت فيه قطعه واحده هي عطيتك عاد الله، كانت قطعه ديالي خاصه. الثالث ضمن ثلاثه الاغاني ديالي خاصه. مي ان شاء الله كان واعد الجمهور انا، والمفاجاه اللي كاينه ان شاء الله في الصيف، هذا الصيف ان شاء الله كاين البوم خاص ديال عبد العالي انوار ان شاء الله. غنتظروه بشوق ان شاء الله. وفي انتظار هذا الالبوم اللي وعدتي به الان الجمهور في هذا الصيف، غادي نتوجهوا للشرق وغادي نذكروا اغنيه اللي كانت من مفاتيح شهره شاب ميمون الوجدي ما نوليش بصوت شاب سيمو. أيوة تول موند، أيوة أيوة أيوة، هذي كل شي معانا، إيديكم إيديكم. ويا رايي تبعونا بعينيهم، يا ربي وكيلهم ويوم قلبي. أنا ما نوليش، أنا ما نوليش عمريا، ليش
وإيقاع الرقادة خلق جو جميل داخل بلاتون غنيوها مغربية. شكرا لك شاب سيمو، مرحبا بك معنا. الله يبارك فيك. غنيوها مغربية شاب سيمو، فين وصلت أعمالك؟ شنو جديدك؟ أولا كنشكركم على الاستضافة في هذا البرنامج الزوين، وتحية لهذا الجمهور الغزال اللي حاضر معنا، وما ننساوش حتى الجمهور اللي كيشاهدنا عبر القناة الثانية. داكشي اللي بغيت نقول، تحية للجمهور داخل وخارج الوطن، وشكرا لكم. مرحبا بك شاب سيمو. الجمهور متعطش باش يعرف شنو الجديد وشنو اخر الاعمال اللي كتوجد ليه. بالنسبه للجديد ديالي، هي كانت اغنيه الكليب اللي درت ديال نسى روحي وما نساها، اللي الحمد لله اخذت هذا العام احسن كليب 2014. على ديك الكليب، يعني انت صورتي مجموعه من الاعمال، صورتي هذا الكليب اللي لقى نجاح جميل واعمال اخرى قبل، واش اليوم في المغرب تتشوف باللي يعني وصلنا او متوفره شروط الخلق كليب فيديو كليب احترافي؟ هو الان في المغرب شويه صعيب باش ندير واحد الكليب احترافي، حيت خص يعني خص كي كنقولوا لي مويان فلوس كثيره باش نديرو. وانا الكليبات ديالي الحمد لله كنديرو غير بالانتاج ديالي الخاص، والحمد لله كيلقى اعجاب ديال الناس. هذا هو الحمد لله. عبد العالي، ضروري ما الفنان يدير يدو في جيبو باش يمول اعماله. سي نورمال، اللي كيحب الفن خاصو يعطي من عنده ويبذل المجهود ويجتهد، وهذا ماشي غريب على الفنان المغربي، كيبغي يقدم ديما سيتو ملي كتشوف الدعم ديال الجمهور، يعني بزمن كتبغي تقدم لهم الاحسن. واللي كيبغي ما كيحسبش كيف كنقولوا ياك. طيب غادي نبقاو مع الابحار في اليم ويم الغناء المغربي الجميل، مع رائعه لمشالو غزالو للفنان احمد جبران بصوت الفنان يوسف الجريفي.